وقد أكد مشاركون في إطلاق هذه الجائزة أن هذه المبادرة المتميزة تعكس حرص جلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه على تعزيز مبادئ السلام والتعايش. يعني شيء جميل جدا يعني، وإحنا نفتخر كثير بهذه الجائزة يعني أن تكون في ولاية أمريكا في لوس أنجلوس، وهي تفضل يعني جلالة الملك الله يحفظه ويعزه إن شاء الله. شيء كبير ومو غريبة يعني، دائما لمسات الملك يعني كبيرة في كل المجالات، وهذه الجائزة اليوم تدشن في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية شيء كبير جدا، وأنا متأكد أن هذه رايح يعطي طابع كبير بالنسبة للبحرين، ومو غريب البحرين دائما هي سباقة، ودائما في عدة برامج تكون، وهذه برنامج كبير وراح يكون صدى كبير في كل العالم. The most important thing is it's the King Hamad Award and His Majesty. من المهم جدا أن يكون هناك جائزة للتعايش السلمي، ونشكر جلالة الملك على هذه الجائزة التي ستعزز مبادئ السلام والتعايش مع الجميع. نحن هنا لندعم هذه المبادرة الرائعة والمتميزة، والعالم يجب أن يحتذي بها.